تسأل إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس وأرادت أن تغتسل، هل يجب عليها غسل شعرها بالماء والصابون أم يكفي الماء؟ يكفي الماء، الحمد لله. وإذا استعملت معه شيئا من المنظفات كالصابون وغيره من أدوات التنظيف فلا بأس بذلك، وإن لم تستعمل شيئا من المنظفات فإن الماء يكفي وهو الأصل. الحمد لله.